صباح الخير. أوقف أحمد الأسير، فيما الأسئلة لا تزال كثيرة لمرحلة ما بعد التوقيف في الأمن، ماذا عن كشف المطلوبين ومستودعات السلاح والذخائر؟ في السياسة، ماذا عن كشف الجهات المحرضة الداخلية والخارجية؟ في التمويل أيضا، ماذا عن كشف الجهات الممولة قبل أحداث عبرة؟ وماذا عن ملاحقة كل من قام بإيواء الأسير ومن سهل بتنقلاته منذ أحداث عبرة حتى اليوم؟ كيف تلقت صيدا الخبر وماذا عن تداعياته في مخيم عين الحلوي تحديدا، تزامنا طبعا العناوين السياسية كثيرة من حديث السيد نصر الله وصولا إلى الوضع الحكومي وتطورات الإقليمية؟ اليوم ضيفي، بدي رحب فيك، أهلا وسهلا فيك الدكتور صادق النابلسي. صباح الخير. صباح النور. يعني اليوم حضرتك مرجعية في مدينة صيدا، وانطلاقا من هنا بهمنا كتير نجاوب على كتير من الأسئلة قدر ما منقدر طبعا، لسيما هي اللي رافقت عملية توقيف أحمد الأسير في مطار بيروت أثناء هروبه، محاولة هروبه. اليوم صيدا كيف تلقت الخبر، خصوصا وأنه بيت الحريري، يعني النائب بهي الحريري اليوم كمان هي عنوان بهيدي الأزمة، لسيما من بعد الاشتباه بمدير مشتريات المنزل عندها بإيوائه أحمد الأسير لليلة معه ليلتين، تم التحقيق معه ولكن بمواكبة أمنية من النائب بهي الحريري. هل تعتقد أنه حتى الساعة بعد في مظلات سياسية فوق ملف أحمد الأسير رغم توقيفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أول شيء ملاحظة هامشية، بفضل أنه يعني أتوصف كمتابع ومراقب للأحداث في لبنان وفي المنطقة من خلفية علمية، من خلفية أكاديمية طبعاً. بس في عمل زيادة أكيد بس أنا بحب يعني نحصر بهذا الإطار. على كل موضوع أحمد الأسير موضوع كبير جداً، الشخص أساء إلى مدينة صيدا، أساء للإسلام، أساء للمسلمين، أساء للبنان، لوطنه، أساء للعلاقات الداخلية بين أهل صيدا، أساء للعلاقات مع الجوار. فمجموعة من المآخذ الكبيرة التي تؤخذ عليه في الفترات الماضية وصولا إلى الصدام العسكري مع الجيش اللبناني، والتي كانت يعني تشكل يعني خطرا محدقا على الأمن الداخلي اللبناني وعلى أمن مدينة صيدا، لا يمكن أبدا أحد أنه يسكت عليه. أنا يعني بالبداية منيح نذكر أنه ظاهرة أحمد الأسير لم تأتي من فراغ. ظاهرة أحمد الأسير تبناها الكثير من السياسيين اللبنانيين، يعني المحسوبين على فريق 14 أذار. طبيعي هناك تمويل خارجي، ولكن الأساس الحاضني لهذه الظاهرة كانت من الداخل، يعني هي التي رفعته، هي التي سوقته، هي التي وظفته. وجزء كبير أيضا من يعني فريق 14 أذار كان مشارك بتمويل أحمد الأسير. فإذا في مجموعة من المخاطر الحقيقية يفترض أنه اللبنانيين يعني فاؤوا وأدركوا أنه مثل هذا المسار الخطير، أنه شخص مثل أحمد الأسير أن يصبح أداة في مشروع فتنوي على مستوى لبنان وحتى على مستوى الإقليم. يعني بدأ أنه نشوف نحن هذه الظاهرة تريد أن تتمدد خارج لبنان، لكن على المستوى المحلي كان من يعني ما بدي أقول المؤسف، أنه بدي أقول أنه اليوم يجب أن يعاقب كل من مول وكل من دعم وكل من دافع عن أحمد الأسير، و يعني أوصلنا كلبنانيين إلى هذه النتيجة المرعبة والخطيرة. صح، يمكن هلأ نحن بالواقع منقول أنه القضاء محجور عليه، هناك ضغط على السلطة القضائية، لا يمكن محاسبة الجهات السياسية التي مولت أو رعت أو دعمت. هذا الواقع المؤسف في لبنان، ولكن لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي. يعني من حقنا نحن كلبنانيين ومن حق الرأي العام اللبناني أن يطلع على كل الأشخاص الذين حموا أحمد الأسير ومولون، يعني ما نكتفي فقط على
الأشخاص الضعفاء يعني اللي وقفوا معه اللي ما لهم حيثية اجتماعية أو حيثية سياسية كبرى. لكن عن الشباب الصيدوي بالضبط ساقوا اللي هلأ هن معتقلين وينتظرون المحاكمة. صحيح، أنا بقول إنه مش فقط هؤلاء الأشخاص، يجب أن يعني يتم الإضاءة على الجهات السياسية الكبيرة التي رعت أحمد الأسير ووقفت إلى جانبه وصلتنا إلى هذه الكارثة. يعني امبارح عم بقلب التلفزيون أحد التقارير بيذكر من الأشخاص، ثم يعني بيرجعنا بالذاكرة إلى بعض السياسيين الكبار اللي التقوا أحمد الأسير واللي يعني كانوا ماشيين بموجته. يعني كان هناك هدف كبير وواضح أنه استعمال أحمد الأسير لأحداث فتنة تتوافق وتتناسب وتترافق مع الفتنة اللي حاصلة في العراق وفي سوريا. يعني نحن كنا منجرين كلبنانيين إلى فتنة خطيرة جدا لولا أنه الجيش اللبناني حسم المعركة في عبرة وأسكت هذا الصوت، صوت الفتنة. هلا في كتير أسئلة تطرح حول حضرتك الشيء اللي قلته، بداية من الذين مولوا إلى الذين تصوروا معه. يعني اليوم نحن وعم نشهد أو سنشهد محاكمة أحمد الأسير، لا يمكن أنه يغيب عن نظرنا الصور يلي شفناها على الشاشة واللي هي تجمع أحمد الأسير ببعض الشخصيات السياسية اللبنانية. هل اليوم بأول تسجيل لإله أو بالآخر لأحمد الأسير من بعد أحداث عبرة بيقول أنه إذا أنا توقفت فهذا يعني أنه في قرار بتوقيفي، وهذا يعني أنه في المظلة السياسية أنه نزعوه عني، وحمل بيت الحريري مسؤولية سميهن بالاسم. اليوم هل تعتقد أنه أحمد الأسير وحده سيعاقب على ما فعله هو ومن خلفه، ولا بتعتقد أنه اليوم على الرغم من الصور اللي شفناها اليوم المحكمة العسكرية لا تستطيع، ما بعرف هلأ بحسب الاعترافات، أنه تتوسع بالتحقيق للوصول إلى من مول ومن دعم بالسياسة؟ نحن يعني تجربتنا مع القضاء اللبناني تجربة بتقول أنه دائما هناك غطاء للسياسيين، لا يمكن للسياسي أن يحاكم. منلاحظ يعني السنيورة اللي ارتكبوا كثير من المخالفات المالية وغير المالية، وفي بحقهم يعني بدي أقول أو هناك أدلة سلة من الأدلة اللي موجودة بالمخالفات اللي ارتكبوها بعض السياسيين الكبار، ولكن القضاء لم يستطع أن يحاسب هؤلاء. نعم، أنا بتقديري أنه الواقع اللبناني خصوصا هذا الخلاف العميق وهذه الجبهات المتبادل ما بتوصلنا إلى أن يصبح للقضاء سلطة أن يحاكم الجهات السياسية أو الأشخاص الكبار الذين دعموا ووقفوا إلى جانب أحمد الأسير. فبتضل أنا بتصوري الأمور بدها تضل ضمن إطار أحمد الأسير وبعض الموقوفين اللي كانوا هن متعاونين معه بشكل واضح. أما الجهات السياسية اللي مولت اللي رعت اللي دعمت، بتصور أنه اليوم بلش يعني ينحكى، وبعض الصحف اللبنانية اليوم نشرت أنه هناك ضغط على القضاء اللبناني ألا تذكر أسماء الجهات التي مولت أحمد الأسير، وأن لا تتهم هذه الجهات أو يشار إليها بالبنان أنه والله هي كانت على صلة أو على علاقة بأحمد الأسير. يعني كأنه هناك بدهم يلففوا الموضوع بطريقة معينة وبدهم يعملوا لإخراج أنه المسؤول عن الفتنة في لبنان والمسؤول عن كل الأحداث التي حصلت في صيدا هو شخص أحمد الأسير. نعم. بالذات وبعض الأشخاص المتورطين معه، أما الجهات السياسية فما ما إلى علاقة على الإطلاق. طب كيف تقيمون اليوم دور النائب بهية الحريري في صيدا؟ يعني خصوصا من بعد، بس بدي اقول انه في محمد علي الشريف هو مدير مشتريات في منزله. محمد علي الشريف تم اتهامه بايواء ودعم احمد الاسير لكذا ليله، وهو نزل تم التحقيق معه، ولكن بموكب خاص رافقه من النائب بهية الحريري وبدعم سياسي، وانه بس يجب استجوابه وعدم توقيفه. صحيح. يعني هذه من الكوارث الكبرى اليوم اللي عم نعانيها نحن بهذا البلد، انه الجهات السياسيه بتضغط انه انا
بوافق على استجواب هذا الشخص بشرط انه هذا ما بيتوقف لانه هذا محسوب على الجهة السياسية الفلانية. كارثة هذه. وإذا بده يستمر المسار بهذه الطريقة معناتها أنه ممكن لكل جهة سياسية أن تغطي وتمول إرهابيين وتحدث في البلد بلبلة وفتنة وإلى ما هنالك، وبالنهاية بيطلع أنه شخص معين هو المسؤول، أما الجهات السياسية فهي ما إلى علاقة وأيديها بيضاء دائما. بس برأيك النائب بهية الحريري ما كان لها دور بانحسار هذه الظاهرة؟ يعني اليوم في اتهامات لبيت الحريري أنه هن الذين دعموا. هذا واضح، هذا واضح. يعني هذه اتهامات بعد حتى الساعة ما في دليل حسي عليها، تبقى اتهامات في إطار السياسة، مثل ما بيقولوا هن، يعني أنه قال الحريري بيقولوا أنه تبقى هذه اتهامات في إطار السياسي ما في دليل. لا بل بالعكس، النائب بهية الحريري هي التي سعت إلى إذا بدك ضب هذه القضية من بعد توقيف الشباب، وهي التي تواكب هذه القضية. ومبارح حتى كان في لها جواب واضح للنساء اللي نزلوا عند مكسر العبد وقالت لهم أنه كل واحد يروح يتحمل مسؤولية أفعاله، وأنه هي منا مستعدة تغطي حدا. أليس برأيك هذا موقف يعني أنه بناء يجب البناء عليه في المدينة؟ صحيح. حنين، بالبداية كانوا لأنه منخرطين في مشروع كبير، وكان يراد لأحمد الأسير أن يصبح ظاهرة، رغم أنه في يعني على مضض هني قبلانين بهذا المشروع، جعلوا أحمد الأسير هو البعبع في وجه حزب الله وفي وجه يعني حالة قوة 8 آذار. اتهم الرئيس بري، اتهم العماد ميشيل عون، اتهم سيد حسن نصر الله بالاسم. كانوا بدهم يوظفوا هذا الشخص في وجه هذه القوة ويصوبوا على المقاومة وعلى سلاح المقاومة. هني كانوا عم بيغطوه أصلاً. يعني بهية الحريري وعائلة آل الحريري لو عن جد هني عندهم قرار وإرادة بحسم ظاهرة الأسير كانوا عملوا هذا الشيء. يعني عم يلعب ببيتهم، عم يلعب ببيتهم وبملعبهم. بالضبط. يعني عندما نقول نلعب ببيتهم يعني عم ياخذ من جمهورهم، هم المتضررين ايضا لفتره. ما قلت لك انا على مضض هن ما كانوا قبلانين بالمشروع بكامله، ولكن كان مطلوب منهم انه يدعموا هذا الشخص او يتغاضوا عن هذا الشخص حاليا. ليش كمان التنسيق الدوري اللي كان بين أحمد الحريري وبين الأسير، ما هذا أيضا كشفت عنه صحف كتير وكتبت عنه وسال فيه حبر كتير. يعني هذا الموضوع ما حدا يعني اليوم يتوارى وراء أصبعه ويقول أنه عائلة الحريري وبيت الحريري و14 آذار أنه ما لهم علاقة بأحمد الأسير. هني كانوا يسهلوا له كل شيء بالتلفزيونات وبالإعلام وبالصحف، ويروح على وسط بيروت ويطلع على طرابلس ويعمل اعتصام بوسط صيدا ويسكر طرقات ويعمل وبدون تغطية ل14 آذار. كانت القوى الأمنية، لو فعلا هذا الكلام صحيح، كانت القوى الأمنية تستطيع اعتقال أحمد الأسير وتستطيع أن توقفه عند حده، خصوصا أنه واضح أنه كان هو عم بيهدد السلم الأهلي، عم يحكي بفتنة مذهبية وطائفية. يعني عم تقول حضرتك أنه بوقت الوزير مروان شربل ما كان قادر أنه يحسم موضوع أحمد الأسير لأنه كان في ضغط سياسي عليه من قبل هذه الجهات. من دون أدنى شك ممنوع كان اعتقال الوزير مروان شربل يزوره مرات ومرات. صحيح. مش بس هيك، حتى الرئيس نجيب ميقاتي يعني أصلا هو بعت موفد لعند أحمد الأسير ليعملوا تسوي. يعني أنت عم تعمل تسوي مع إرهابي، عم تعمل تسوي على حساب الدولة وعلى حساب المواطنين قبل أن يرتكب عمله الإرهابي. طيب عال، بس ما كان واضح أنه خطابه المذهبي والطائفي يعني عم بيهدد السلم وعم يخدنا إلى حالة من اليوم. هؤلاء هم نفسهم الذين رفعوا الغطاء برأيك لحتى يتم عملية التوقيف؟ بدون أن وصلوا إلى حائط مسدود، انكشفوا كلهم، اللعبة انكشفت، ما عاد قادرة يعني ظاهرة أحمد الأسير تقدر تلبي بدي أقول أهدافهم. تورطوا، انكشف المشروع، هذه المسرحية الكبيرة اللي اسمها أحمد الأسير انكشفت أمام الرأي العام، وأصبح أحمد الأسير عبء عليهم. يعني بالوقت اللي كانوا هني بدهم يستخدموه من أجل الوقوف في وجه حزب الله وأنه يعني إحداث فتنة مذهبية والضغط على حزب الله، يعني منعرف نحن كانوا بس بدهم يضغطوا على حزب الله وعلى قوى 4-8 آذار، كانوا يولعوها بطرابلس، كانوا يدفعوا أحمد الأسير ليقطع طريق، يصعد خطابه. ما هذه لعبة مكشوفة، بس لما صار الأمر متعلق بالسلم الأهلي وإله علاقة بوضع اللبنانيين كله، لا. يعني وهذه اللي أنا بقول أنه هلأ من محاسن الصدف، هلأ بنقول رب ضارة نافعة، أنه
تواجه مع الجيش، الجيش اللبناني يعني خط أحمر بالنسبة للكل. رح نفتح هذا الموضوع بخصوص حتى المحكمة العسكرية ومجرياتها قبل إلقاء القبض على أحمد الأسير، لأنه كانت مجرياتها هي أيضا بالتحقيقات كان في حديث عن سرايا المقاومة، هلأ بنحكي فيها بس طبعا سريعا لأنه بدي أستفيد من وجودك لقضايا أخرى أيضا. السؤال هو كان في اثنين سيناريو، أول سيناريو هو عدم القبض على أحمد الأسير ونتركه يفر إلى جهة مجهولة حتى لو فر برات لبنان، لأنه في هيدي الحيثية واليوم عم نسمعها بطرابلس، في الشيخ سالم الرافعي، في بلال دقماء، في هذه الأصوات لعدم إنه استفزاز هذه الأصوات، وهيك خلص بتنتهي الموضوع به. وكان في سيناريو تاني لا، إلقاء القبض. ما الذي جعل إلقاء القبض على أحمد الأسير أمر ممكن في الوضع السياسي الرهن، خصوصا بكل هيدي الحساسيات اللي حكينا عنها من مول ومن غطى ومن يعني اللي عم تتفضلي فيه جزء منه وعم ينحكى وعم يتداول فيه بالإعلام، وأيضا سمعنا أنه في توافق بين 8 أذار و 14 أذار لرفع الغطاء عن أحمد الأسير، وأنه تحرك التسوية الإقليمية هو الذي سمح لإلقاء القبض على أحمد الأسير. كل هذا كلام يعني مضخم مبالغ فيه. الحقيقة الناصعة أنه أحمد الأسير إرهابي فار، وكانت الأجهزة الأمنية خصوصا مخابرات الجيش والأمن العام كان عم يلاحقوا للقبض عليه. بس ألا يحرج توقيف أحمد الأسير 14 أذار بدون أدنى شك يحرجها؟ وبالتالي عندما نقول أنه انتزعت، أنه شالوا المظلة السياسية، يعني 14 أذار لعبت دور في نزع المظلة السياسية وتوقيفه، احتجبت توارد عن الأنظار بدي أقول وهذا ساعد طبيعي، يعني ساعد هذا المناخ السياسي المقبول، ساعد للأمن العام على أنه عندما يلقى القبض على أحمد الأسير ما بتصير هذه يعني الضجة الكبيرة حوله. وشفنا هلأ كليتهم عم بيباركوا عم بيهنوا الأمن العام والأجهزة الأمنية على طيب ما أنتوا كنتوا منخرطين، أنتوا جزء في اللعبة، أنتوا كنتوا وراء أحمد الأسير، اليوم عم بتهنوا يعني في حفلة دجل وكذب على الرأي العام اللبناني. بكل الأحوال نعم، بالنتيجة فريق 14 أذار ومجموعة من السياسيين اللي كانوا واقفين إلى جانب أحمد الأسير رفعوا الغطاء عنه، قالوا نحن ما خصنا. وهذا تفاهت يعني بعض المشاريع القزمة، بعض المشاريع اللي بتلعب على الوتر الطائفي ما إلها مدى يعني حبلة قصير جداً. فاتوا وانخرطوا باللعبة، خلال سنتين رفعوا إيدهم كأنهم ما عملوا شيء، يعني ورطوا البلد بأزمة كبيرة، دفعوا البلد إلى أتون حرب مذهبية، ثم قالوا نحن ما منغطي أحمد الأسير، نحن أصلا ما كنا وراء أحمد الأسير. بكل صراحة اليوم هل ترى حضرتك كمراقب أنه هؤلاء الذين اليوم تتم محاكمتهم في صيدا طبعا في المحكمة العسكرية، وطبعا أنا مش عم أقول أنه مش مرتكبين، السؤال يعني رح أجرب يكون واضح لحتى ما يفهم خطأ، هؤلاء ألا تعتقد أنهم كانوا ضحية مؤامرة سياسية كانت ترسم للمنطقة؟ هول الشباب اللي عمرهم 20 و18 و22 واللي هلأ عم يتم التحقيق معهم وسيتم محاكمتهم. يعني إذا بدك تحكي بالبعد الإنساني نعم، هن ضحايا هذا المشروع وضحايا هذا الوهم الكبير اللي جرهم إلى هذه المسيرة وإلى إلى إلى شخص مثل أحمد الأسير. ولكن من ناحية القانونية، من ناحية الإجرائية، هم مرتكبين طبعا بطبيعة الحال، أنا عم بحكي فبالتالي اليوم بنفس الصيداوي يعني نعم أنا بقول لك إني ضحايا لعبة كبيرة، وحتى أحمد الأسير هو ضحية لعبة كبيرة، يعني ما أنا أنكر هذا الجانب، ولكن هن متورطين بدم الجيش اللبناني. نعم. طيب هلا بدي شوي احكي عن المحكمة العسكرية مسارها قبل ما ننتقل لموضوع المخيم الفلسطيني، مخيم عين الحلوة بصيدا وتداعيات التوقيف، واذا كان هذا العنقون العنب رح يكفي من حتى الى داخل مخيم عين الحلوة. المحكمة العسكرية المسار قبل توقيف احمد الاسير في حديث كان عن مشاركة سرايا المقاومة في المعركة، وثمة من يقول أنه طيب إذا بتكون تفتحوا هذا الملف خلينا نفتحه، وقفنا أحمد الأسير، وقفنا كل الذين شاركوا. واليوم أيضا مخابرات الجيش هي تقوم بتوقيفات في صيدا ووقفت الدورة، يعني هو خيولة يعني في توقيفات مهمة. صحيح. طب خلينا نفتحها على الآخر ونقولوا أنه في سرايا المقاومة كانت تشارك في هذه المعركة وسقط لها 3 أشخاص هناك كانوا عم بيقاتلوا، وهذا ما يطالبون به في المحكمة العسكرية. نعم، يعني دائما هناك زج باسم سرايا المقاومة،
لأنه هن مفلسين، جماعة مفلسين. يعني نحن منتظرين أنه شو يعني يذبح الجيش اللبناني لحتى نحن شو نقول أنه نهار البلد، أنه شو المطلوب يعني بوقتها كان كل واحد وظيفته مهمته، إذا كنا وطنيين، إذا كنا حريصين على السلم الأهلي، إذا كنا حريصين على العيش المشترك، إذا كنا حريصين على أمن صيدا، كنا لازم نكون إلى جانب الجيش اللبناني. عم يحكي لي بسرايا المقاومة وإلى ما هنالك أنه شاركت وما شاركت، كلنا لازم شاركت مع الجيش اللبناني في المعركة. الجيش اللبناني هو شو هو؟ هو هذا، هو الناس، هو الوطن، هو السيادة. طيب ما أنتم عم تقولوا أنه هذا الشخص هو هلأ عم حسب ما عم بيقولوا أنه كان فار من العدالة وهربان وتلطخت يده بدماء الجيش اللبناني وكان عم يعمل فتنة وإلى ما هنالك. طبعا هذا مطلوب أنه نحن ندافع عنه؟ والله شو المطلوب أنه نقعد على جنب؟ نعم أنا إلي مآخذ على بعض السياسيين في مدينة صيدا أنه من البداية رفعوا إيدهم. مين يعني؟ معروفين، هلا ما بديش فوت بالاسماء، ولكن هذا يعني المناخ الصيداوي رفعوا ايدهم انه كان مفترض انه هن يكونوا منخرطين مباشره في صد هذه الظاهره وفي يعني مواجهة لا بيت الحريري كانوا واقفين الى جانب احمد الاسير. عم بحكي عن بقيه الاطراف الوطنيه المحسوبه على الخط الوطني. يعني لم تبادر صحيح يعني مع محبتنا له يعني كان كل الخط الوطني فيه. كل الخط الوطني انكفأ. ونعم بالتالي انه في بعض الاشخاص المتحمسين اللي وقفوا الى جانب الجيش اللبناني كان هذا ضروري جدا. كان كل اهل صيدا شو كان مطلوب منه يعني انه امنيا عسكريا ما في يعمل شيء يعني من النائب السابق مصطفى كل شيء بالنهايه عم تقول حضرتك انه يجب المشاركه مع الجيش في هذه المعركه. نعم كيف المشاركه؟ انا بالموقف السياسي بالموقف الشعبي هلا انا ما بدي اعمل يعني اليوم أملي على النائب أسامة سعد شو لازم كان يعمل. ولكن أنا بقول هلا هذا شيء مر يعني هذا من باب العتب والمحبة. يعني كان مفترض على الخط الوطني بشكل عام أنه لا يكون أجسر، يكون مبادر أكثر، يكون عنده قوة. لما انكفأ الخط الوطني، نعم أحمد الأسير ملأ الفراغ في ظل أيضا دعم جهات محلية مثل بيت الحريري. لو لا الخط الوطني وقف منذ البداية حاجز مانع أنه نحن لن نسمح لأحمد الأسير أن يقطع طريق، نحن لن نسمح بتحويل عاصمة الجنوب وبوابة المقاومة إلى 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 يعني مكان تعشعش فيه الفتنة المذهبية. لو من البداية نحن أخذنا مبادرة ونزلنا على الأرض وعلى الشارع، نعم كان ما صارت ظاهرة أحمد الأسير. لكن هذا حملنا دم وحملنا مسؤوليات ووصلنا الى النتيجه انه استطاع يعني ذهب الجيش اللبناني جاهل احمد الاسير في صيدليه اعتبارات مذهبيه. قطعا يعني هذه مسؤوليه القوى الرئيسيه في مدينه صيدا، هي لازم تتحمل المسؤوليه. يعني على المستوى الشخصي نحن قادرين، مش انه منا قادرين، ولكن دغري مباشره تتحول المساله. ونحن بالوقت اللي عم نطفي وعم نقول انه لا نحن ما بدنا ناخذ البلد الى اتجاه مذهبي، وانه مطلوب من فعاليات صيدا الواعي والعاقل انه هي تنخرط بهذه المعركه وهذه المواجهه لتحد من هذا الخطر. مخيم عين الحلوين اليوم في حديث فضل شاكر اللي هو الوجه المعروف، يعني لأنه فنان والوجه المعروف الذي رافق أحمد الأسير بمسيرته وصولا إلى المعركة طبعا. وبعدين السيناريو ما بنعرف شو هو، يا أما هرب قبل المعركة يا أما شارك، ما على كل حال. اليوم هل سيكون توقيف أحمد الأسير أول العنقود؟ يعني عم نحكي طبعا عن أسماء الكبيرة، يعني فضل شاكر والباقي الأشخاص المعروفين المطلوبين اللي هن موجودين داخل مخيم عين الحلوة. وكيف تداعيات على توقيف أحمد الأسير على عين الحلوة اللي منعرف أنه بآخر فترة هو متوتر جدا، هو في وجود إسلامي كتير، تمدد وجود الإسلامي على وجود الفصائل الفلسطينية اللي هي المعتدلة فتح وغيرها. يعني شوفي اليوم في حالة إحباط واسعة عند مناصري أحمد الأسير، وفضل شاكر واحد من الناس المحبطين اليائسين اللي عايش في ظل قلق دائم. يعني بتعرفي مخيم عين الحلوة مخيم
في كل أجهزة المخابرات بالعالم يمكن موجودة فيه. صحيح. ويعني ممكن لأي شخص يندفع له مبلغ يروح يحط عبوة ويقتله لفضل شاكه. إذا هو قلق على وضعه الشخصي، على وضعه الأمني، وذلك سمعنا امبارح هيك بعض الإشارات أنه هو سيسلم نفسه وأنه ليس فوق القضاء وإلى ما هنالك. جيد جيد هذا الكلام. بالتالي نعم، الخطوة التالية هي توقيف فضل شاكر قطعا، يعني بعد أحمد الأسير توقيف فضل شاكر. هلأ قديش بتكر المسبحة؟ أنا بعتقد بتوقف عند هون. يعني هن هو الشخصين الأساسيين اللي لعبوا دور سلبي جدا وسيء جدا في مدينة صيدا. بتصور أنا يعني إذا تم القبض عليهم بيكون تقريبا يعني تفككت كل يعني هذه الظاهرة بشكل كامل. ما في مسعى لإخراج فضل شاكر بتسوية؟ يعني عندما سمعنا فضل شاكر يتحدث في مقابلة تلفزيونية مع زميلنا إدموس ياسين من حوالي 3-4 أشهر، كان في حديث عن أنه هذه المقابلة التلفزيونية هي مقدمة لتسوية بتسوي له وضعه، وهو من خلال من بعد تسوية وضعه يساهم إذا بدك في المتابعة مع الأجهزة الأمنية أو مساعدتها في التحقيقات. اليوم قديش هذا الحديث جد اليوم، خصوصا بعد توقيف أحمد الأسير، وقديش قضية فضل شاكر هي قابلة إذا بدك لإجراء تسوية عليها من بعد الإشارات يلي أرسلها سابقا، إشارات خليني أسميها حسن النية؟ بتقديري إذا كان في حدا عم بيفكر بتسوية بالماضي، اليوم هاي تنتفت بشكل كامل. قطعا لا الأجهزة الأمنية بوارد أنه يعني تساوم على دم شهداء الجيش اللبناني، ولا حتى السياسيين بهذا الوارد. كل ما هنالك أنه نعم فضل شاكر تفضل سلم نفسك، والقضاء هو اللي بياخد حقه وتحاكم مثل بقية الناس. عندك محامين بتشوف إذا أنت مثل ما عم تقول أنه أنا ما دخلني، هلا هو عم بيقول أنه أنا ما دخلني، ما كان إلي علاقة، أنا مش متورط، أنا لم أهدد، أنا لم أشارك في أي عملية إرهابية. طيب عال تفضل على المحكمة، طالما أنت بريء تفضل على المحكمة وخلي المحكمة هي تحكم لك بالبراءة. المطلوب اليوم من فضل شاكر أن يسلم نفسه. إذا لم يسلم نفسه سيلقى القبض عليه، وإذا لم يلقى القبض عليه الله بيعلم هو قاعد ببؤرة أمنية غير صالحة للعيش وللعيش المطمئن. فبالتالي ممكن أي جهة من الجهات الفلسطينية، خصوصا أنه الفلسطينيين متضررين من وجوده كما كانوا متضررين من أحمد الأسير ويشكل عبء عليهم داخل المخيم، كمان فضل شاكر عبء عليهم، بدهم يخلصوا على كل الفصائل، مش على كل مش الفصائل. على كل الفصائل بس ما في بقلب المخيم اليوم، ما اتسعت رقعة المجموعات الإسلامية التي تحمي فضل شاكر والمشاركين بأحداث عبرة، يعني قصدي والإسلاميين المتطرفين، ما اتسعت هذه الرقعة؟ لا، بتصور أنه هذا الأمر مبالغ فيه. ما زالت اليد العليا هي لفتح تسيطر على معظم المخيم. نعم في بعض الجيوب اللي بسيطر عليها إسلاميين مثل يعني مجموعة بلال بدر، ولكن قديش يعني هو في اختراقات متبادلة، ويمكن أن يتم اختراق يعني الحصان اللي قاعد فيها فضل شاكر، ويمكن يتم اغتياله، يمكن يتم تسليمه، ما بتعرف يعني. في أكثر من سيناريو لهذا الأمر. ولكن أنا بنصح فضل شاكر أنه يسلم نفسه للقضاء قبل الشتاء، أنه هو عم بيقول أنه قال بيسلم نفسه بس لحتى يبرد الطقس شوي، مزعوج بيجيبوا له مروحة على السجن ما في مشكلة. هيك سمعنا محاميته. والله أنه هو سيسلم نفسه، هيك طلعت خبرية، هلا ما بعرف قديش مصداقيتها، ولكن يعني يسلم نفسه اليوم قبل الغد، لأنه ما بتعرفي شو بيصير. ليش شو ناطر من هلأ للشتاء؟ معقول يصير شيء من هلأ للشتاء؟ لا، لأنه هو ظاهر يعني التأس والحمد لله معود أنه عايش برفاهية وكذا، بوضع معين، فظاهر بده يعني الوضع يتحسن، وضع المناخ، لحتى يسلم نفسه، لأنه يمكن ما بيقدر يقعد بزنزانة أو سجن فيه حرارة أو إلى ما هنالك. لا لا، خبرية ما بعرف. نعم. بس أنه بكل الأحوال الحديث عن فضل شاكر يجب أن يسلم نفسه للقضاء، ونقطع السطر. بدنا توقف عن فصل الإعلاني. من بعد الفصل الإعلاني بدي بس أحكي دقيقتين أو ثلاثة عن مجرى يعني نتيجة محاكمة أحمد الأسير شو ممكن تكون. وسط المطالبة بالإعدام، الإعدام لا يطبق لبنانيا، ولكن هو أيضا بالمقابل ما في مؤبد غير قابل للعفو
وبالتالي هذا بيفتح مجالات كتيرة. طبعا بالإضافة إلى بدي أحكي عن حديث السيد الأخير عن انتخابات الرئاسة في لبنان، عن الأزمة الحكومية سوريا، قدر ما بيسمح لنا الوقت يعني، ولكن فصل ونعود. عودة لكم مشاهدينا مع ضيفي دكتور صادق نابلسي، بدي أرجع رحب فيه. قبل ما نفوت ب إذا بدك السياسة يعني حديث السيد، الأزمة الحكومية اللي ما بعرف لوين رايحة، محاكمة أحمد الأسير هيك بدقيقتين معلش، اليوم عم بيطالبوا أهالي شهداء الجيش تحديدا عم بيطالبوا بالإعدام، طبعا بالإضافة إلى كثيرين يعني آخرين، بس الاعدام اليوم، الاعدام في لبنان لا يطبق بغض النظر اذا في رئيس جمهوريه ولا لا، لانه لاسباب انسانيه ولارتباط لبنان معاهدات دوليه، ولكن في المقابل المؤبد، السجن المؤبد يلي هو بحل مكان الاعدام، ما في سجن مؤبد غير قابل للعفو، وبالتالي ممكن نشوف غدا بعد 10 سنوات تسوي يخرج فيها احمد الاسير من السجن. شو برأيك المخرج لهذه الأزمة اللي اليوم أهالي الشهداء حتما رح يكونوا عم بيراقبوا المحكمة العسكرية اللي هي اليوم امتحان كتير كبير بإصدار الحكم على أحمد الأسير؟ يعني هلأ أقل ما يمكن أن يقال بهذه النقطة أنه أحمد الأسير يحكم مؤبد، صح أنه حكم الإعدام لا يطبق في لبنان، لكن بالحد الأدنى لحتى أنت يعني تريحي أهالي الشهداء. مؤبد يعني مؤبد إذا حطينا نقطة، صحيح. بكون قابل للعفو يوما ما. صحيح، ما فينا هلأ نستبق الأمور ونقول بعد سنة أو سنتين يمكن بحصل تسوي ويتم الإفراج عن أحمد الأسير، أنه في سوابق كتير. صحيح، في سوابق كتير، ولكن عم أقول أنا بالحد الأدنى اليوم المقبول من القضاء اللبناني أن يحكم مؤبدا على أحمد الأسير. هلأ أمتى بيطلع بالسجن ما بعرف، ولكن هذا أقل ما يمكن. للأسف الشديد أنه نحن هيدي أحكامنا، ودائما القضاء يعني يخضع لضغوط سياسية، وبالتالي دائما يعني يتم تمييع الحكم القضائي. شفنا عملاء إسرائيل كيف يعني شو اسمه، وكثير قضايا هلأ ملفات فساد وإلى ما هنالك، دائما بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة يتم إخراج المعتقل أو المتهم. بالتالي اليوم المطلوب من القضاء اللبناني أنه يأخذ مجراه بشكل حازم، وأنه يطبق يعني بنود الأحكام المرتبطة بشخص إرهابي مثل أحمد الأسير. طيب رح انهي الحديث بهذا الموضوع يلي هو كان موضوع الساعة خلال 5 أيام الأخيرة، وبدأ انتقل لموضوع الأزمة الحكومية. حديث السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الأخير بيقول أنه نحن مع العماد عون، ونحن عندما يطلب من العماد عون أن ننزل معه مننزل، ونحن نؤيد العماد عون إلى رئاسة الجمهورية. في المقابل الخصوم في السياسة يرون في هذا الموقف تمرير للوقت، لأنه حزب الله يدرك جيدا بأنه الساعة لم تأتي بعد لانتخاب رئيس جمهورية، والتسوية في هذه البلاد لم تأتي بعد، لم تنسحب بعد من الإقليم، وبالتالي يجب تمرير الوقت حتى حصول ما. بس بنفس الوقت وضع خطوط حمر لكل هذه التحركات اللي عم نشوفها للتيار الوطني الحر، عبر رسم خطوط حمر للحكومة أنه ممنوع الاستقالة من الحكومة لأنها مصلحة استراتيجية لحزب الله، وبالتالي حصر تحرك التيار بهذه البقعة. يعني منو حزب الله هو اللي عم بيبرر الوقت؟ نعم هذا واقع مؤسف. حزب الله عم يتعاطى مع العماد عون ببعدين، بعد سياسي وبعد أخلاقي إنساني. هناك تضامن كامل مع العماد عون، يعني نتيجة مواقف، نتيجة يعني علاقة وطيدة بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله. فإذن الجزء الأخلاقي والجزء الإنساني اللي له علاقة بالتضامن مع العماد عون، حزب الله عم بيوفره وعم يحكي عنه بشكل معلن وصريح. الشيء اللي له علاقة بالشق السياسي أو البعد السياسي، نعم حزب الله رايح لأبعد
الحدود مع العماد عون ترشحا او ممر الزامي لشخص اخر. يعني تعبير سماحة السيد انه العماد عون ممر الزامي لانتخاب الرئيس، نعم قطعا هذا الامر، رغم انه يعني نحن بنعرف كليتنا انه الظروف الاقليميه لم تنضج بعد، او التسويه الاقليميه لم تنضج بعد لانتخاب رئيس في لبنان، نعم. ولكن إذا بدنا نحكي بالموقف المبدئي السياسي، نعم حزب الله يقف إلى جانب العماد عون مرشحا وممرا إلزاميا، يعني إذا هو بيسمي أحد الأشخاص أنه هو يكون رئيس حزب الله ماشي معه. إذن هذا يعني ذروة ما يمكن أن يقدمه حزب الله على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى السياسي لدعم مواقف وتصور العماد ميشيل عون. فإذا بالتالي اليوم اليوم إذا عم ينحكى، بس هل يعني قصة إنه رسم له حدود، يعني خطوط حمر لا يمكن تخطيها في التحرك، وهو إنه لا يمكن الاستقالة من هذه الحكومة لأنه حزب الله لا يرى البلاد من دون هذه الحكومة لأنها مصلحة استراتيجية له، تؤمن له الاستقرار بالداخل لكي يبقى في الخارج يعني نعم يمكن يكون في تباينات في بعض الأمور اللي متعلقة ببعض الملفات الداخلية منها موضوع الحكومة. أصلاً العماد عون ما بيحكي بشو، بس بهمنا أعرف إنه بموضوع الاستقالة وعدم الاستقالة من الحكومة. ليش أنا بدي أقول صار في نقاش في هذا الموضوع، في حكي من هذا القبيل إنه نحن منستقيل من الحكومة، وبالتالي منروح إلى مؤتمر تأسيسي، لأنه كتير اليوم عم ينحكى بمؤتمر تأسيسي من أول وجديد. رفض حزب الله، يعني مش قضية رفض حزب الله، في مقاربات مختلفة وتقريبا كل يوم عم تتغير النظرة. يعني نحن وضعنا الداخلي مرتبط بالإقليم، يعني وما في مجال إنه نحيد حالنا عن الإقليم وعن التسويات اللي عم تصير بالإقليم وإلى ما هنالك. وبالتالي اليوم كتير من المواقف الداخلية ترتبط بأيضا بجزء منا بما يحصل في الإقليم. بالتالي اليوم أنا بقول إنه لا العماد عون طرح إنه هو يريد أن يستقيل من الحكومة، ولا حزب الله يعني بوارد إنه أو بجو إنه في حدا بده يستقيل من حلفاء وبده يستقيل من الحكومة. نعم اليوم يعني ما عاد في مؤسسات بهذه الدولة غير الحكومة، المجلس النيابي معطل، رئاسة الجمهورية مش موجودة، فبالتالي اليوم الحكومة هي الضمانة لبقاء الدولة. كيف ترى مثلا يعني شو المخرج لهذه الأزمة؟ المخرج إنه يتفضلوا جماعة 14 آذار ينزلوا شوي يعني، وهذا ما في إشارات إنه سيحصل حتى اليوم. طيب يعني بضل الموضوع في إطار التجارب. اعتصام وسط بيروت قد ايه يعني كان حزب الله والتيار ضلوا سنة ونص صح يطالبوا باستقالة الرئيس فؤاد السنيور، وما حصل هذا الموضوع. لا رحنا على يعني اليوم الدوحة. كل هذه لا رحنا على الدوحة مزبوط، لا رحنا على سبعة أيار ورحنا على الدوحة يعني يعني اليوم في تحركات كتير، كيف يعني هل يمكن أن تؤدي هذه التحركات إلى مخرج إلى سبعة أيار جديد يعني. مثلا يعني كل شيء وارد، كل شيء وارد يعني كل شيء وارد. لا سؤالي يعني كان هل يمكن أن تؤدي هذه التحركات إلى مخرج؟ قلت لي ممكن سبع أيار جديد، كل شيء وارد. مش عم أقول إنه حتما سبع أيار، أنا كل شيء وارد، أنا عم بفترض احتمال. عم بفترض ولكنه احتمال، لأنه 14 آذار عم يحشروا العماد عون دائما أنه أنت ما إلك حق تعين حدا، أنه أنت ممنوع تترشح للرئاسة، أنه أنت ممنوع ما إلك كلمة بموضوع القانون الانتخابات، أنه بالوظائف ممنوع. طيب شو يعني؟ أنه طيب أنتوا بدكم شراكة، هل عم ينحكى بالشراكة؟ أنه نحن لا نريد أن يعني نلغي أحدا على يعني شيء بالشيء يذكر ب 2006 كانوا هني بدهم يلغوا حزب الله، كانوا بدهم يلغوا حزب الله، مش بدهم يعزلوا فريق آخر مثل ما هلا عم نحكي، انه نحن لا نعزل العماد عون وهو شريك اساسي في الدوله. هن كانوا بدهم يلغوا حزب الله بال2006، مش بدهم يعزلوه، فبالتالي اليوم هن عم يمارسوا سياسه العزل بشكل واضح مع العماد عون، انه انت ممنوع تحكي بالانتخابات النيابيه، ممنوع تحكي بالتعيينات، ممنوع تحكي بكذا وكذا باللامركزيه الاداريه والى ما هون. طيب شو بعد فيه لينحكي؟ شو يعني هو شو بيعمل يعني؟ إذا وكل الاحتمالات وردي أمام هذا المخطط الإلغائي للعماد عون. قطعاً إذا في يعني حزب الله هو فاتح كل الاحتمالات أمامه، يعني ممكن يعني هلأ هذا الموضوع يعني
له علاقة بالميدان، له علاقة بالمعطيات السياسية. ما بدي أقول أنه حزب الله، نعم هو مساند وداعم، واليوم سمحت السيد أكد، يعني اليوم نزل الخبر التقائه مع وفد جامعة المعارف، أكد يعني البعض كان عم يلعب على إشكالية أنه السيد أنه قال ممر يعني هو مش مرشح، يعني لا قطعا هذه العبارة بتحمل مضمون أعم وأوسع، أنه هو مرشح وهو الذي يسمي مرشح آخر فيما لو تنازل هو عن عن الرئاسة. فإذا اليوم حزب الله داعم العماد عون للآخر، لو اقتضى الأمر النزول إلى الشارع يمكن هذا الموضوع يدرسه حزب الله ويلاقي في مصلحة أنه لا نعم حزب الله لن يقبل بكسر العماد ميشيل عون، لن يقبل. وبالتالي إذا الأمور راحت باتجاه مشاركة العماد عون بالشارع، نعم حزب الله سيذهب إلى الشارع. أوكي. قبل ما أنتقل لموضوع الإقليم، يعني أدى تسوية الإقليمية ستنعكس إلى الداخل، موضوع فيما اقتضى النزول إلى الشارع، كيف شكل النزول إلى الشارع؟ كنا عم نحكي أنه اليوم للأسف أنه في لبنان لا يمكن الوصول إلى اتفاقات معينة قبل خضة أمنية معينة، يعني مثلا وصلنا للدوحة بعد 7 أيار، وصلنا للطائف بعد حرب 15 أهلية. صح. للأسف هذه العقلية اللبنانية المتخلفة. اليوم نحن بأزمة. اليوم نحن بأزمة. عم تقول فيما لو اقتضى النزول إلى الشارع اليوم بدأت كرة الثلج أنه تكبر، هل يمكن أن تؤدي إلى خضة أمنية للوصول إلى اتفاق جديد على؟ ممكن، كل شيء وارد، كل شيء وارد. يعني اليوم كمان في سقف للتسويات، في سقف للصبر، في حدود. يعني أنتوا لوين بدكم تاخدونا؟ كنتوا عم تراهنوا بسقوط الأسد اليوم وبكرة وإلى ما هنالك وتأجلوا. هذا كلام مهم كتير. يعني هذا كلام كبير، يعني هذا كلام نعم حزب الله عن نعم استعادة الشارع. طيب. يعني استعادة خيار الشارع في فرض بعض التسويات بالنهاية التسويات إلى سقف إلى سقف زمني. يعني أنا ما فيني ضلني راهن على التسوية والتسوية ما ممكن تجي. طيب أنا متراخي وأنا متصالح وأنا عم أقدم وراء، واللي بدكن إياه تفضلوا لنحكي بمرشح لانتخاب رئيس الجمهورية، خلينا نفعل الحكومة حتى يعني على أقل تقدير الحكومة خلينا نفعلها. طيب روحوا على التعيينات، ما بدهم يروحوا على التعيينات. طيب أنت ممنوع تسمي هذا الشخص، طيب كيف شريك أنا وممنوع أسمي؟ طيب أنتم مسموح لألكن تسموا اللي بدكن إياه، مسموح لألكن أنه والله الممثل الطائف الفلاني هو يكون رئيس حكومة، ممثل الطائف الفلاني هو يكون وزير وكذا وإلى ما هنالك. طب وممنوع على العماد ميشيل عون الذي يعني يعبر عن وجدان المسيحيين وهو الكتل الأكبر عند المسيحيين أن يسمي أحد؟ طبيعي أنا مني مذهبي ولا أني طائفي، بس هذا هو الواقع بلبنان أنه الطوائف هي التي تسمي الموظفين في الدولة. طيب هلأ إذا منروح على الطائفة السنية أو الطائفة الدرزية على سبيل المثال، طب ما في موظف سني أو درزي أو حتى شيعي، خلينا نقول مش مرجعيته السياسية هي اللي حطته بهذا المنصب. طب ليش العماد عون ممنوع يسمي هذا الاسم ليكون قائد للجيش أو ليكون في هذا المنصب؟ نعم. فإذن في يعني أمور يعني ما ممكن تستوي الأمور ولا يمكن أن تستقيم في ظل هذه المعادلة. بده يفهموا 14 أذار إذا كان العماد عون شريك حقيقي بالسلطة، طب بدهم يتفهموا مخافه هواجسه ومطالبه إلى ما هنالك. طب بالحد الأدنى إذا أنتوا بدكم تمشوا الحكومة وتفعلوا الحكومة، طب روحوا على التعيينات. طب ليه؟ طب نعم. ليش عم تتأخروا؟ طيب. عم تقولوا أنه والله في ملفات حالقة النفايات ومدري شو بدنا نعمل. طب موضوع التعيينات مش مهم؟ انتوا بدكم مصلحة البلد، طب روحوا على مصلحة البلد. طب ليس موضوع التعيينات كان قرار دولي؟ يعني من بعد التمديد للعماد جان أهواجي ما صار في حديث جولة لتأكيد انه هذا الامر ما صار برغبة لبنانية وقرار لبناني فقط انما بقرار دولي؟ يعني قبل كنا نحن كلبنانيين نسمي قائد الجيش، يعني يكون تسمية قائد الجيش نابعة من مصلحة وطنية داخلية. اليوم لا،
اليوم القرار الدولي رجعنا يتدخلوا الدول الكبرى أنه نحن بدنا العماد جون أهوجي هو يبقى. شفنا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في لبنان وقال أنه أن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني. صحيح. ولكن بنفس الوقت اليوم الاتفاق النووي بين إيران والدول الست والولايات المتحدة الأمريكية بشكل يعني أبرز هو سيرخي بظلاله على ملفات المنطقة. بنفس الوقت عم نشوف شفنا لقاءين سوري سعودي ورجعنا شفنا تصعيد سعودي. يعني عم بعمل بس هيك المشهد لشوف اليوم انطلاقا من جولة الوزير محمد جواد ظريف كيف سيكون انعكاس هذا الحراك الأقليمي على لبنان، هل سيكون هناك انعكاس أو لا؟ قطعا في انعكاس قطعا يعني كيف؟ وهلا كيف الحكي عن هذا الموضوع كتير انه الاتفاق النووي هو بداية مرحلة جديدة في المنطقة وايضا في لبنان، اذا هذا ممكن ينعكس بشكل ايجابي على موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. كيف؟ هذا بده ترجمة الطرف الاخر بعده منه مستوعب ولا انه هاضم انه صار في اتفاق بين ايران وبين المجموعة السداسية، بعده مش هاضمة الموضوع، بعده عم بيراهن على أنه ممكن يصير في شيء بسوريا، ممكن يصير في شيء يقلب التوازنات ونعود نحن نسمي رئيس للجمهورية. يعني ما الجماعة ما عم يفهموا لعبة التوازنات بالمنطقة وأنه هني خسرانين فأنا بقول أنه يعني بالحد الأدنى يحجموا خسائرهم، يعرفوا أنه ما في أفق لهذا شو بدي أقول اللعب في الوقت. بس هل تعني بهذا الموضوع أنه هن خسروا أنه اليوم نجاح إيران بهذه المفاوضات اليوم سيجعلها أو سيجعل فريقها في لبنان أقوى وربما هو سيسمي رئيس الجمهورية؟ قطعا هو أقوى فريق حزب الله وحلفائه هن بس أقوى. حتى الساعة ما في ترجمة لهذا الأمر هي مشكلة أنه بلدنا مركب بطريقة عجيبة غريبة. أنا بقول يفترض أنه الرابح والكاسب هو اللي يفرض، ولكن التركيبة الداخلية ما بتسمح. بدنا نروح على تسوية. نحن عم نقول أنه فريق 14 أزار اليوم حزب الله قوي، سوريا قوية، لم تستطيعوا أن تسقطوا، لأنه يبدو أنه رئيس الأسد ما في إجماع عليه، يعني حتى من الحلفاء يبدو أنه بدأ النقاش حول هلأ نحكي فيه. بس المفروض أنتوا اليوم شايفين هذا المشهد الإقليمي وهذه التحولات، إيران أصبحت أقوى، وبالتالي اليوم كل الغرب رايح وعم يركض على إيران، بده يستثمر داخل إيران وهني طمعانين. يعني سمعت أنه بعض قوى 14 أزار كمان أيضا طمعانين أنه يستثمروا بإيران، عم يفتحوا خطوط على السفارة الإيرانية وإلى يعني كتار مثل ما كانوا يطلعوا على الشام كذلك الأمر هلأ بلشوا يفتحوا خطوط على السفارة الإيرانية. فإذا اليوم المشهد الإقليمي مش لصالحهم، التوازنات الإقليمية مش لصالحهم، فبالتالي اليوم يروحوا لا انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا أنه عماد عون منه طارح حاله استفزازي وأنه أنا بدي دمركم وأنا بدي أعزلكم وأنا بدي أعمل كذا وكذا، أنه عم بيقول نحن هني ما بيشوفوا هيك قطعا هني ما بيقبلوا، لأنه مجرد انتخاب العماد عون رئيس للجمهورية معناته خسارة لإله قطعا، لذلك ما بدهم يوصلوا لهذه النتيجة. بس هذا ألا يفرض حديث مع المملكة العربية السعودية؟ يعني ألا يفرض نوع من أيضا تسوية مع المملكة العربية السعودية؟ بتعتقد حضرتك أنه ممكن فريق لبناني يفرض رئيس جمهورية في لبنان من دون أن يكون هناك رضا للمملكة؟ يفرض يعني معناته نحن عم نروح إلى شيء له علاقة بالميدان بالميدان الأمني بالميدان العسكري، عم نحكي بشيء بانقلاب. نحن ما بدنا نروح نوصل لهذه النتيجة حتى الانقلاب. يعني لما نحكي عن سبعة أيار أخذتنا على تسوي، ما أخذتنا على شيء أنه قوة 8 أزار هي فرضت على قوة 14، أخذتنا على تسوي. وإن كان التسوي مش غير محلة يعني، ولكن بوقتها كان هذا الـ يعني السقف اللي بنقدر نوصل له كلبنانيين. بالتالي اليوم نحن عم نحكي مع قوى 14 أذار أنه يروحوا على تسوي، أنه يفهموا توازنات بالإقليم، يفهموا أنه في تحولات الأمريكي ما عاد شايف الأمور بأنه بدها تروح بالحدة وبالكباش وبالصدام، عم يروح عم يفتح أبواب وعم يحكي مع الروس
انه تعالوا نتفاهم على سلم من يعني المبادئ المعينه لحتى نخفض منسوب التوتر بالمنطقه. فبالتالي اليوم هن يعني يركضوا هن يعملوا تسويه، يحكوا مع قوه 8 اذار، يحكوا مع العماد عون لحتى نوصل لنتيجه بلا ما باقيين يعني مكبلين البلد. طيب بهذا الوضع. اوكي، بس بمقابل هذا الكلام اليوم المملكه العربيه هذا الكلام يبقى باطار الكلام طالما انه في المملكه العربيه طبعا صحيح. المملكه العربيه السعوديه اليوم بالعكس عادت وشددت على موقفها في زيارتها لموسكو. الجوبير عندما زار موسكو عاد وشدد على موقفه. اليوم يبدو انه الرئيس الاسد لا يزال مشكله، ويبدو انه الحديث اليوم عن تسويه في سوريا وحل سياسي بالحفاظ على النظام، ولكن ان يرشح حزب البعث شخص اخر غير الرئيس السوري بشار الاسد. ويبدو انه الامريكان موافقين، المملكه العربيه السعوديه تطالب بهذا الامر، ويبدو انه هذا هو المخرج للحل في سوريا. ابدا، يعني هن راكبين الوهم. لا يمكن ان يكون هناك مخرج للازمه في سوريا من دون الرئيس بشار الاسد. أيوة. نقطه على السطر. يكمل ولايته، ولكن يكمل ولايته وحتى له الحق في الترشح لولايه جديده. يعني هذا اللي عم ينحكى معه، حتى بس دكتور علي المملوك، اللي هو علي المملوك لما طلع على السعوديه وفي اطار نعم انه هن حكوا السعوديين تسرب من محضر الجلسه اللي صار مع اللواء مملوك والامير محمد بن سلمان انه ايه نحن ما بدنا يكفي ولايته، وهذا الحكي اللي عم نسمعه هلا. لكن هذا موضوع داخلي، السوريين ما بيسمحوا لحدا يحكي بهذا الموضوع. الرئيس الاسد ما زال ثابته من ثوابت التسوية، لا يمكن أن تحصل. وعلى كل حال يعني وزير خارجية الروسي أكد يعني بس دكتور أنه الملف السوري بطل ملف داخلي، يعني ما عليه شيء، يعني أنه الأزمة السورية بطلت أنه أي أزمة تعني النظام السوري، لا هي تعني نعم. كل العالم يعني صحيح، ولكن في سقوف تقبل بها الدولة السورية. لا يمكن أنه السوريين يقبلوا أنه والله يتم التنازل عن الرئيس الأسد، أو ما يكون أساسي الرئيس الأسد ما يكون أساسي بأي تسوية قادمة. بس دمرت سوريا اليوم. طيب دمرت سوريا يعني كرمال نحافظ على نظام لا 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 وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد. أبداً أبداً. اليوم إذا كانت التسوية أو نعم. إذا كان إنقاذ ما تبقى من سوريا هذه تسوية للحقيقة، إذا كان إنقاذ ما تبقى من سوريا يفرض أنه يتنحى أو أنه يكمل ولايته، مش عم بيقولوا له حتى أن يتنحى، مش أنه يترك، أن يكمل ولايته، يفسح المجال لأشخاص آخرين ليكونوا رؤساء لسوريا مع الحفاظ على النظام، لا تعتبر هذه تسوية مشرفة؟ لا لا لا، أول شيء بدي جاوبك على السؤال الأول أنه في تشويه للحقائق، أنه تدمرت سوريا والرئيس الأسد يريد تدمير سوريا. ابدا، في كان حرب كونيه على سوريا. انا ما قلت انه رئيس حرب ارهابيه تكفيريه بدني دمر سوريا، دمر البلد، دمرت سوريا. الرئيس بشار الاسد اللي كان هو راعي الاعمار وراعي الاستقرار في سوريا، هو راعي البناء، هو لم يذهب الى اي حرب مع الاخرين، هو لم يذهب الى مواجهه، لم يفتح الحرب مع تركيا، ولم كبير. ولم كبير ولم يواجه في لا وقت لا لنفوت فيه ابدا. وبالتالي اليوم اليوم الحكي عن اي تسويه، يعني هذه الخلاصه، اي تسويه بعيدا عن الرئيس بشار الاسد هو كلام وهم، كلام بلا طائل بلا معنى. وسقف التسويه هو بقاء الرئيس بشار الاسد. نعم في حكي له علاقه بالدستور، في حكي له علاقه بالانتخابات، في حكي له علاقه بتشكيل شو اسمه حكومه وحده وطنيه، كله هذا قبل النقاش. اما موضوع الرئيس السوري خارج النقاش. طب معلش اسمح لي بس هذا السؤال، اليوم في معادله، اذا كان اليوم انقاذ سوريا من الدمار ومن الحرب المستمره يلي هي عم تدمرها يقتضي بالحفاظ على هذا النظام اللي هو موالي لمحور الممانعه مثل ما انتم بتسموه، ولكن بافساح المجال امام شخص اخر غير بشار الاسد انه يكون رئيس جمهوريه، في مقابل انه تبقى الازمه في البلاد وانه يضل الرئيس بشار الاسد رئيس جمهوريه، نختار الخيار الثاني؟ هو هذه فرضيه. وبالتالي اليوم ليش عم نقول انه والله نحن منجيب لكم شخص يمثل الرئيس الاسد وهو يحافظ على النظام ويحافظ على الخيارات، بس نحن الرئيس الأسد ما بدنا إياه. ليش بدكم تفرضوا علينا أنه مين بدكم تسموا؟
الشعب السوري بده الرئيس حافظ، بده الرئيس بشار الأسد. يعني هذا خيار داخلي. بس هذا خلينا نروح على الانتخابات، خلينا نروح على الانتخابات عادية ديمقراطية. خلينا بالضبط، خلينا نروح على الانتخابات وحتى بإشراف الأمم المتحدة. إذا قال الشعب إنه أنا ما بدي دكتور بشار الأسد، لكل حادث حديث. بس إنه تفرضوا علينا إنه نحن والله قبلانين بخياراتكم ونحن بدنا يبقى النظام وما بعرف شو كل هالكلمات والجمل يعني اللي بلا طعمة، في ظل في مقابل إنه أنتوا تتخلوا عن الرئيس بشار الأسد. لا، نحن من البداية محور المقاومة كان قايل من البداية أي تسوية الرئيس الأسد أساسي فيها، لا يمكن كسر النظام ولا يمكن كسر الرئيس بشار الأسد. مثل ما عم نحكي داخليا لا يمكن كسر العماد عون، أيضا محور المقاومة عم يحكي نفس الكلام على مستوى سوري، لا يمكن كسر الرئيس بشار. أصلا الكلام صار ورانا، هذا هلا عم نحكي بنقاش أصلا صار ورانا. اليوم رئيس الأسد أساسي، أساس اليوم عم يربح ورانا طالما بالمملكة العربية السعودية لا تزال مصرة على هذا الخيار. المملكة العربية السعودية تروح هلا تضب حالة باليمن، تروح يعني تنتبه لوضعها الداخلي بلا ما يعني تقفز كتير يعني. والأمريكان لا، عقلانيين ببعض الملفات، عقلانيين وعم يروح يقاربوا يعني الأزمات تقريبا بشوي من براغماتية. أما السعوديين يعني أصلا ما في براغماتية. اليوم الأمريكيين رجعوا قبلوا ببقاء الرئيس الأسد، ببقاء النظام كما هو، بالإعلام بيقولوا بالإعلام لحتى شوي يعني يطمنوا حلفائهم، بيحكوا أنه نحن لا نريد الرئيس الأسد ولا يمكن لأي تسوية أن تنضج بدون مع الرئيس الأسد، كلام من هالقبيل. ولكن بالداخل لا، هني قبلانين، وأي تسوية عم ينحكى فيها مع الروس رئيس الأسد أساسي فيها، وهني قبلانين على كل حال. دكتور صادق نابلسة، شكرا لك على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم. خلصت حلقتنا بسرعة، كانت حلقة حلوة. شكرا على وجودك وأهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.